Bismillah. Wir fangen heute mit der 15. Lektion an. Kein nicht nie Negation. طبعا أنا بقصد خبيت العنوان هذه المرة لبعض الأسباب. فلدينا كاين ونشت. كاين ونشت كله نفي. لكن تمام. الكاين نستخدمه مع الأين. يعني سنفهم الآن ماذا أقصد. مثلا إيش ليزا كاين بوخ؟ أنا لا أقرأ كتاب، فالمفروض إيش ليزا أين بوخ؟ أنا أقرأ كتاب. أوكي، فننفيه بالكاين، يعني نضيف فقط كا. إيش ليزا كاين تسايتونغن؟ أنا لا أقرأ جرائد. فبما أن أين تسايتونغ نستطيع أن نقولها، يصبح النفي بالكاين. طبعا كاين لأنه جمع. إيش هاب كاين تسايت؟ لأنه دي تسايت. ich habe keinen Hunger لأنه der Hunger و ein Hunger. ich brauche kein Auto. لا ja ich brauche kein Auto. ich habe eine ich, أنا لا أحتاج إلى سيارة. طيب Ja, في das ist الناحية mit الثانية، unbestimmt Artikel, ja. nein، das hat nicht mit unbestimmter Artikel zu tun. الموضوع أن إذا استطعنا أن نقول ein Buch ein Auto، يعني نستطيع أن Ja. نضيف الأين، Ja. فالنفي يكون بالكاين. Ja, أقصد أنه شيء غير معرف. تمام، لكن أنا ممكن أقول ich lese das Buch مثلا، Ja. فأنفيه أيضا ب ich lese kein Buch. Ja. أنت قصدك أظن شيء آخر. أنت قصدك أظن أنه ich lese das Buch، ich lese nicht das Buch، صح؟ Ich lese das Buch, ich lese. nicht das Buch، يعني أنا لا أقرأ الكتاب هذا، يعني بمعنى. يعني تقريبا انه تمام صراحة تمام انا بعرف انه الكائن يعني دائما مع اللي بتكون مع الاسم النكرة غير معرف. تمام تمام فنقيها إلى هنا، لأن أصلا الموضوع النشط يأتي أصلا في البيت ساي، فإنه وضعها في الأينس، يعني من نوع، يعني من جهة عظيم، ومن جهة أخرى يعني يحتاج إلى تفصيلات، فنبقيه ايوه على العموم هكذا. أوكي، الآن ننتقل للنشت، طيب فنقول مثلا إيش مثلا تفضل. حضرتك في هونجر ليه قلنا كاينان؟ لأنه هنا ده هنا، فإيش هابا، فأنا إيش الفاعل، كاينان هنا مفعول به، فأضفنا إي أن. تمام. لا مش فاهم، هي حاجة أنا ماشي نسياها، هي حاجة مش تمام. فاهم. هو نعيد المسألة. نحن قلنا أنه المفعول به لدينا دين وداس دي، يعني المذكر يأخذ دين، صح؟ نكرة نقول أينن، ففي النفي يكون كاينن. تمام فهمتم الآن؟ أيوه. لا أنا أفهم ذلك، اللي الأداة بتكون دير بأخذ بالنفي كاين، مثل ما بيكون مفعول به بالدن بصير إذا كان بالضبط، مع الأداة. فدين اينن كاينن. تمام، الآن ننتقل للنشت، فنقول مثلا ايش بن نشت فهيغتت. طبعا النشت موضوع ايضا كبير، لكن هو هنا يعني ضبطها بحيث انه ياتي بعد الفعل. ايش بن نشت فهيغتت، او قبل الصفة مثلا. ايش بون النشت ان برلين، ايش ارbeite نشت باي لوفت هانزا، ايش ليزه نشت، ايش ليزه نشت دي بيبل، ايش ليزه نشت das Buch. فالذي ذكرته الآن ظهر الآن، فدي بيبل das Buch، الشيء المعرف ننفيه بنشت. يعني أنا لا أقرأ هذا يعني بمعنى لا أقرأ هذا الكتاب أو الكتاب يعني. طيب هنا يقول كاين شتيت نور فو أينم نومن، يعني الكاين لا يقف إلا أمام اسم، فكل هذه أسماء. أما هنا أفعال، اسم يعني حرف واسم مجرور. تمام، كاين است أين أرتيكل، الكاين أداة، أين بوخ كاين بوخ، أين ديكس بوخ كاين ديكس بوخ.
طبعا اين بوخ كتاب، كاين بوخ يعني لا كتاب او نفي الكتاب، اين ديكس بوخ كتاب ضخم، und kein dickes Buch يعني ليس بكتاب ضخم أو لا كتاب ضخم، يعني حسب المعنى الذي في الجملة. الآن andere Negationswörter، يعني في كلمات تانية للنفي، فهو حطت موجب بلس و مينوس الناقص. ich esse immer zu Mittag، أنا دائما آكل في الظهر، فالإما عكسه ني، ich esse ني zu Mittag. فكما يعني نستخدم الإما نفعل العكس أو نأتي بالنفي الذي عكسه ونضعه في نفس المكان هنا مثلا. ف auf der Party kann ich alle، على الحفلة أعرف الجميع. ich kenne niemand auf der Party، أنا هنا قبل قليل حصلت على الجواب أظن. فال niemand هنا umgangssprache يعني عامي. المفروض الذي أعرفه أيضا أنا، ich kenne niemanden auf der Party، لأنه ich فاعل، كان فاعل، niemanden هو المفعول به. والله أعلم. بعدين isst du etwas، هل تأكل شيء؟ isst du alles، هل تأكل كل شيء؟ فإيش أصلا nichts، لا أكل شيء. kannst du mir oder kannst du nur mit Brille lesen، هل تستطيع فقط أستاذ مع محمد، عندي النظارة؟ سؤال معلش. تفضل تفضل. الفعل كان بعطيه أكوزاتيف، بعمل أكوزاتيف مفعول به، يعني مثلا إنه خلينا نقول ايش كانت ايش نشت؟ نيماند، يعني إذا كان بعطيه، عفوا، إذا كان بعطيه كان أكوزاتيف، المفروض إنه نيماندن تصير، صح؟ بالضبط، عشان كذا قلت انه ايش كان ديش مثلا، انا اعرفك، ايش كان ديش، فايش كان نيماندن المفروض. يا اوكي، فاستو اتوس، هل تاكل شيء؟ استو الس، هل تاكل كل شيء؟ ايش اصلا نشت؟ كانست دو نور ميت بريل ليزن، هل تستطيع ان تقرا فقط مع النظاره؟ ايش كان اونا بريل ليزن، مع النظاره اونا بدون. Warst du schon mal in Paris؟ هل كنت مرة في باريس؟ Nein, ich war noch nicht. Schon, noch, عكسه noch, mal, nicht, in Paris. Ich war noch nie, أنا كنت خالص أنا أبدا في فرنسا. Hast du noch Hunger؟ أنت لسه عندك جوع؟ Nein, ich habe keinen Hunger mehr. لا أستاذ أنا محمد، بس ليس لدي. بسألك عن كلمة نوخ، شو بتعطي للجملة؟ لحد هسه يعني مش فاهم، تعطيها إنه قوة مثلا للجملة قصدك انه نوخ؟ نوخ، لا لا لا، مش قوة، ده مش للقوة. حست نخ، انت لسه يعني ما زال، انت لسه ما جائع. زلت، أو بالفعل، يعني بمعنى بالفعل. ولا انه ما زلت، يعني انه معناته انه ما زلت. هو تمام، لكن هو ليس فعل. فاهم عليك. لا، انه المعنى قصدي انه بالفعل، يوم تحكي لهذا انت بالفعل جيعان او لديك جوع. مش بالفعل، لا ليس بالفعل، لسه يعني لم يتم بعد، لم ينتهي، يا فهمت؟ يعني مثلا أنا المثال الذي أحفظه أن يعني الأستاذ قتيبة مثلا يتصل بي، يقول والمفروض أنا أذهب إليه، يعني يتصل بي ويقول يا أين يا أنت؟ يا يا بوبستو، فأقول إيش بن شون دا، يعني خلاص وصلت، فشون وصل، يعني هو خالص موجود. النخ لسه، يعني لم يصل، لم يأتي بعد، لم يتم، يا يا فأنا لسه يا في الطريق مثلا. ايش بن نخ اوف دم بيك. يا يا تمام، فهاست دو نوخ هونغر، انت لسه جائع بمعنى. ناين، ايش هابه كاينن هونغر مير، انا ليس لدي جوع بعد. ليبست دو توماس نوخ، هل ما زلت هنا نوخ أيضا، ما زلت تحب توماس؟ ناين، ich liebe ihn nicht mehr، لا أنا لا أحبه. طيب الآن لو تريدون ننتقل للتدريبات.
يا أستاذ محمد، نشت مير يعني مش كثير معناتها. نشت مير. أنا بعرف إنه مير يعني أكثر معناتها، بس إنه بتيجي مع تمام. نشت يعني مش أكثر يعني. أنا مش هو لو قلنا ناين إيش ليبي إن نشت، أنا لا أحبه. يا المير أعطاك الدليل أنه كنت أحبه والآن لا أحبه. نشت مير. يا 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 طيب الآن نكبر شوية الشاشة هكذا. نذهب بالدور، ما شاء الله للعدد زاد. الآن أستاذة عمود، schreiben Sie Sätze mit nicht oder kein. فلازم نفرق بين nicht و kein. Ich komme aus Sri Lanka. كيف ننفيه؟ طيب معلش، واحنا قلنا ايه؟ مخصص للأفعال ومخصص للأسماء عشان متلخبطة. تمام. هو ich komme aus Sri Lanka هو في اسم، نستطيع نقول له أين؟ لا تمام، فلن نستخدم الكاين وإنما نستخدم النشت. يبقى ايش كنا نشت او سريلانكا. تمام بالضبط. أوكي، فإيش كما نشت أو سريلانكا. نمرة 2، Ich bin كوتانيا. nicht 23 Jahre alt. تمام، فإيش بن 23 Jahre alt. أنا 23 سنة. أنا لست 23 سنة. فهو هندا. نمرة 3، ich wohne in Köln. أنا أسكن في كولن. Ja, ich wohne nicht in Köln. سوبر، يا. نمرة 4، Frau Ich bin nicht Rumuth. verheiratet. أخذت الدور ما شاء الله. يا Ich bin nicht verheiratet. لست متزوج. طيب أستاذ عنهود، خذ رقم 5. Ich habe Kinder. أنا لدي أطفال. Ich habe keine. Genau, richtig. Ich habe keine Kinder. تمام. بما أنه نستطيع نقول ein Kind، فننفيه ich habe keine Kinder. Nummer 6, Frau Handa. Sind Frau Handa. mein Nein. Das sind meine Kinder. Das sind keine Kinder. هنا meine Kinder معرفة. Das sind die Kinder مثلا. Das sind nicht die Kinder. Das sind nicht meine Kinder. Mein هنا لو بقت ein Kinder هتبقى كاين كده. تمام. نحن هنا مثلا ich habe Kinder نفيناها ب ich habe keine Kinder، لأنه كنا جمع، فلا نستطيع نضيف أصلا الأين، فهي محذوفة عن الجمع. بس لو كان كند كنا نقول إيش هابا أين كند. تمام. طيب والتانية برضو الثانية زي الماينا بمنزلة الدي كندا، ده سنت دي كندا مثلا. ها يعني هذا هم الأطفال، هي الفكرة فنريد إن اسم، نعم هي الفكرة إن كيندر هنا اسم مش فعل، فهتبقى كاين صح؟ في الستة. اه لا، هي في الستة نشت، das sind nicht meine Kinder. طيب أظن لسه في لخبطة. هو المعنى أنه das sind nicht das sind meine Kinder، هؤلاء أطفالي، هؤلاء ليس أطفالي، das sind nicht meine Kinder، لأن meine Kinder معرفة، يعني زي بالعربي أطفالي، فبسبب الإضافة صارت معرفة. طيب الآن الأستاذ عهود، نمرة 7، Sie haben Hunger. هي هنجر هنا بمعنى اسمه ولا فعل ولا يعني هي جوع تمام. أكيد اسم.
اللي هو اسم يبقى ايه؟ كاين تمام. Sie haben كاين keinen Hunger. Keinen Hunger. تمام. انه مش ليس معروف. لديكم جوع. مش معروف الجوع هو عطش وجوع اكل هو يعني انه مش معرف. تمام، مش معرف. الآن نمرة 8، ich kaufe Brot. Herr Kutaiba. ich kaufe keine Brot. كاين بروت، اوكي. هنا لا داس بروت، فكاين بروت. يا كاين بروت. هنا لا اشتري خبز. فراو هاندا نمرة 9، ich bin glücklich. طب إيه، انا مش ممكن اقول ايش كوفا نيشت بوت بروت. لا يعني انا بنفل ايش كوفا نيشت هو النشت نستخدمه، يعني نحن فوق ولا مثلا قرأنا أنه هنا جاية جوس، فيبقى ده دليل ان هي جاية اسم. كيف نهمل؟ يعني يعني خبز هنا جاية جوس، يعني جاية كابيتال، فهو هنا يقصد ان انا انفي الاسم ده ما انفيش الفعل. هو نوع ما صح، يعني نحن قرأنا ما بين الجدولين أنه الكائن يأتي بعد اسم أو قبل، قصدي قبل اسم، فالبغوت اسم فننفيه ich habe kein Brot. أما النشت ننفي به الجملة، مثلا ننفي به الصفة والفعل أو البريبوز. ليس بالضبط، لا هو يأتي بعد الفعل وليس دائما، يعني هو هنا أتى بعد الفعل لا أعرف يعني كنوعية، لكن في أنواع أخرى تأتي مثلا آخر الجملة. هي معقدة شوي، بس نحاول أن نركز على هذا الصنف. يعني نمرة 9، على كل، يعني حتى الإسبان مثلا لا يركز على القواعد، يعني يحاول فقط أنه يركب كلمات وحط ده حط دي داس دين أيا كان يفهم. وهؤلاء أطباء يعني وصلوا للطب يعني في ألمانيا. فإيش بن جلوكليش، أنا سعيد. فراو عمود، ايش بين ليش لا قاين هذه صفة. يبقى نشت الأولانية صح. تمام، إيش بن نشت جلوكليش، أنا لست سعيد. أوكي. Jetzt, was passt zusammen? Kombinieren Sie. Nurakib Baduhum. Das ist. Käfer Nurakibha ma. Ustaz Kutayba. نعم. Das ist. مش مثلا عارف ما. شو المقصود هون، يعني أنا مش فاهم شو. تمام. طيب نقرأ أولا حتى نعرف ما هي الأشياء الموجودة. Das ist، هذا يكون. Sie hat، هي لديها. Er kann، هو يستطيع. Wir gehen، نحن نذهب. و ich kaufe، أنا أشتري. في الجهة الأخرى لدينا Lust zu kochen، رغبة للطبخ. Gehen wir ins Restaurant، هل نذهب للمطعم؟ فيكون المفروض مثلا أنا ليس لدي رغبة، أو هو ليس لديه رغبة مثلا. Diese Schuhe، هذه الأحذية. Die anderen sind schöner، الآخرين أجمل. Hund، das ist eine Katze، هذه قطة، يعني هذا ليس بكلب، هذه قطة. Freund، sie ist immer allein، هي ليس لديها صديق مثلا، أو هو ليس لديه صديق، فهي دائما لوحدها. Kochen، زي لا أستطيع الطبخ مثلا. Kinder، أطفال، ليس لديها أطفال مثلا. إنس كينو، هو لا يذهب إلى السينما مثلا. اوكي. فداس إست، كيف Das ist نركب؟ kein Hund, das ist eine Katze. بالضبط، هذا ليس بكلب، هذه قطة. فراو هاندا، زي هات، ما الأولى مثلا زي هات كاينه كندا. أسهل شيء. ماشي، زياد كان كده، ليس لديه أطفال. بتزبط كمان. ايش اسمه، ايش حابه كاين فرونت زي است ايما اونلاين. نحن الآن مع أستاذ عمود.
er kann. مش عارف لخبط. مثلا er kann kochen. فكيف ننفيه؟ طيب كوخن فعل وكان أيضا فعل، فقلنا أن الكائن يأتي بعده اسم. هو انا استبعدت كحول لان هو اغ يعني، بس مش مشكلة. نشت تمام، كان اركن نشت كوخن، هو لا يستطيع الطبخ. هي قتيبة في جيهن. فير جيهن نشت انسكينو. مثلا تمام، نحن لا نذهب إلى السينما. فراو هاندا إيش كاوفا؟ Ich kaufe kein diese Schuhe, die anderen sind Schuhe. لا، لأنه ديزا اسم إشارة، اسم إشارة يجعلها معرفة، نفس المشكلة التي كانت فوق. Ich kaufe nicht diese Schuhe. تمام، أنا لا أشتري هذه الأحذية، دي anderen sind schön، الآخرين أحسن. أستاذ محمد، أنا بدي أعتذر منكم كمان يعني دقيقتين، لأنه صراحة بدي راح يجي آخر باص هسه بدي ألحقه طيب ماشي، بالمنطق عندي. يسر الله أموركم. الله يسلمك. الآن رقم 3، كاين متى كاسن، يعني لا يوجد طعام الغداء. against the nicht oder kein، أكمل النشط ولا الكين. فراو باول، هالو فراو شميت، مرحبا السيد شميت. جيهن زي اندي كانتينا مت، يعني هل تذهبون معنا أو مع إلى الكانتينا؟ تعرفون الكانتينا؟ نفس الكلام برضو عند الناس اسمه كانتين. تمام ماشي. ففراو شميت، ناين توت مي لايت، للأسف ich kann mit kommen. Frau Huth, كيف ننفيه؟ Wir Ich إني kann كان ja. nicht. تمام، ich kann nicht mitkommen. لا أستطيع أن أتي مع، يعني لا أستطيع أن أتي. Frau Handa, ich habe Zeit. Ich habe keine Zeit und ich habe auch keinen Hunger. ممتاز. ليس لدي وقت وليس لدي جوع. لست جائع يعني. Sehen wir uns später bei dem Meeting. هل نرى يعني بعضنا بعد ذلك في الميتينج؟ Nein, das geht, Frau Umhut. Nicht. تمام، das geht nicht. هذا لا يمكن. Ich arbeite in dem Projekt. Nicht. Kein. هل بعده اسم؟ فننفيه به. Nicht. تمام، ich arbeite nicht in dem Projekt. أنا لا أعمل في هذا المشروع. Sie Herrn Meyer، هل ترون السيد مايا؟ Herr Meyer arbeitet in unserer Abteilung. لا يعمل في قسمنا. أو هاندا، كيف ننفيه؟ Meyer arbeitet nicht in unserer Abteilung. Ich تمام، treffe ihn. Ich treffe ihn nicht. تمام. فهير مايا arbeitet nicht in unserer Abteilung. Ich treffe ihn nicht, لا أقابله. Sehen wir uns morgen in der Mittagspause. هل نرى أنفسنا في استراحة الغداء؟ Morgen mache ich Pause. يعني لا أفعل الاستراحة، weil ich zurzeit، لأنني حاليا Sekretärin habe. يعني ليس لدي سكرتيرة. أو عمود. Dann mache ich nicht. بعده اسم. Okay, أنا مش مركزة النهاردة خالص. تمام، خير. بعد وقبل سكرتيرن. تمام، فمorgen mache ich keine Pause، لا أفعل الاستراحة،
weil ich zurzeit, lehne حاليا ليس لدي Sekretärin, keine Sekretärin habe. Frau Huth, ich meine ich, Frau Handa. Ja, Erwin. Ich kann 2 Wochen mittags nicht essen gehen. Tamam. Ja, bringen Sie sich Essen von zu Hause mit? Tamam, فإيش كان 2 Wochen mittags nicht essen gehen. لاستطيع أن أذهب للأكل. Ja. هل تحضرون لنفسكم زي sich من البيت شيء أو معكم؟ Frau Hut, nein, ich habe Lust. ليس لدي رغبة. Nicht. نركز على الاسم الذي بعده. Okay. تمام. Ich habe keine Lust. ليس لدي رغبة. Etwas zu kochen. أنا أطبخ شيء. Und Sandwiches schmecken mir keine oder nicht. nicht تمام. لأنه هنا نفينا الجملة أول. تمام. Und Sandwiches schmecken mir nicht. يعني لا يعجبونني بالمعنى. Frau Handa und ich esse. und ich esse kein Süßigkeiten جمع und كينة كينة. كين und und kein Fast Food. تمام Ich habe 3 Kilogramm abgenommen. تمام إلى هنا. تمام. Ich esse keine Süßigkeiten, لا أكل حلويات und kein Fast Food, الطعام السريع. Ich habe schon 3 كيلو abgenommen. يعني خسيت نزلت 3 كيلو. Frau Hut, ich möchte auch zunehmen. أنا أيضا أريد أن أزيد الوزن. أو لا أريد يعني. تمام. تمام. Ich möchte auch nicht zunehmen. لا أريد أن أزيد الوزن. Das Essen in der Kantine ist auch, Frau Handa. Auch nicht gesund und macht dies. تمام. فالطعام في الكانتينة ليس بصحي Nicht gesund. ويفعل سمين. الأخيرة, Sie sind schlank, أنتم نحيف, Sie müssen Angst haben. يعني ايه انجزت Angst, خوف, يعني ليس عليكم أن تخافوا. فننفيه بكين ولا نشت؟ نيشت اسم؟ كاي؟ طب ما هي لا خوف دي مش طفى. نعم. طيب حضرتك قلت لي ان بيجي زي جلوبلش مثلا صفى نفيناها بنيشت. نشت لماذا؟ عشان هي كانت صفر عشان هي ايه؟ كانت صفر لا 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 اسمع شيء. حضرتك قلت لي ان الجلوبلس دي صفة واحنا هنتنيها بنص تمام, لكن أنجست ليس صفة, هي الاسم دائما ميزتها أن الحروف كبيرة, فدي أنجست الخوف. تمام. لو أنجستلich تمام, ich bin nicht ängstlich, لست خائف, لكن أنجست خوف اسم. فسي müssen هتقولي keine Angst haben. لو لوكش هتقولي السعيد ولا سعيد؟ تمام يبقى كويس. هو صراحة القياس ده مش مظبوط, لأن في العربي ممكن نقول الشخص السعيد مثلا. على كل تمام. سعيد. الآن 5 طب هي لما فوزي. كده تنفع نعم. هي جلوكلش كده تبقى هي خلاص كائن جلوكلش طالما هينفع ان احنا نعرفها بضف ضف لا جلوكلش. لا, أنا قصدي أنه في العربي نستطيع أن نضيف السعيد, لكن في الألماني لا نستطيع. أنا قصدي بس على القياس, أن القياس مش صحيح.
لكن جلوكليش صفة ولا و يعني لا نستطيع أن نقول دي جلوكليش. في الألماني الجلوكليش صفة، في العربي الصفة ممكن نعرفها حسب الاسم، لكن في الألماني جلوكليش صفة لا نستطيع أن نعرفها. فالآن ال تمام. فيها هي بوزيتيف و نيجاتيف. Schreiben Sie die Sätze mit Negationswörtern. اكتب الجمل مع النفي. Frau Handa, ich bin noch jung. Ich bin nicht noch jung. Ich bin Ich nicht bin nicht mehr. nicht mehr Nein. jung. Ich bin nicht mehr jung. Frau. Nein. بقول هو حللها هنا. Ich bin nicht mehr jung. Warte, ماشي. Nummer zwei, Frau Huth, ich habe noch Energie. نفس ال حل. نيشت مية أنرجي. نيشت مية. لا أنا غلط. ايش هذا النوع انرجي؟ أنا مش فاهمة يعني، أنا كنت متوقعة إن أنا هقول نيشت نوخ نيشت ايش نوخ هذا نيشت النوع نيشت؟ ايش هذا النوع ممكن ايش هذا النوع كاين انرجي؟ يعني أنا لسه ما عنديش الطاقة. طب هنا المفروض إيش هابا كاينة إنرجي مير. إيش هابا كاينة إنرجي مير. ايوه تمام. لماذا؟ لأنه إنرجي اسم. هي صعبة فعلا. يعني إيش هابا كاينة إنرجي وبعدين مير. هي نوخ هنا بمعنى ايه؟ نوخ لسه. أنا لسه شاب، أنا لسه عندي طاقة. طبيعي طيب لو جينا ننفي، صح؟ نعم. لو جينا ننفي يبقى طبيعي نشيلها. لكن لو شلناها هي المعنى تكون إشهاب أنا ماشي، إشهاب أنا جي أنا لدي طاقة، ماشي. بس هو هنا في التدريب عايز العكس. يعني أنا لسه ما عنديش طاقة، أنا لسه عندي طاقة. فعشان أقول لسه عندي طاقة لازم أقول إشهابة النخ إشهابة. لا نخنش. سبحان ايوه الله. انا ما عنديش طاقه. ايش هبقى نخنش انر. تمام، نركز شوي أكثر. إشهابة النخ أنرجي، أنا لسه عندي طاقة، ده البوزيتيف. النيجاتيف أنا إشهابة نخنش كاينة أنرجي مير. احنا هنشيل النخ خالص، لان هو يعني انت عندك طاقه او ما عنديش طاقه. انا هتكلم ان الطاقه مش موجوده، لكن مش هقول انا لسه ما عنديش طاقة. هي لسه دي تتشال خالص، صح؟ تمام، نحن نغيرها إلى كاينة. إيش هاب كاينة أنرجي مير، يعني ليس لدي طاقة بعد، تمام. يعني هي خلصانة انتهت. نمرة 3، إيش بن إما جلوكليش، أنا دائما سعيد. ich bin nicht ني جلوكس. لا، إما نشت أو ني. أنا مش سوري. فالإما ننفيه بني. إيش بني جلوكس؟ تمام، ich bin nie glücklich. Nummer 4, ich finde alles wunderbar. Es finde wunderbar nicht. في نفس الموضوع، ich finde nichts wunderbar. تمام. Ich liebe alle. ايش ليه ما نشتغل؟ ممكن ich liebe nicht alle أو ايش ich ليه liebe niemanden، ايش ليه بقى؟ يعني لا أحد. هي ما حضرتش بس من الأول فما شافتش الجدول. تمام. ايش ليه بقى؟ فالاثنين صح، لكن المعنى مختلف شوي. إنه ich liebe nicht alle، أنا لا أحب الكل. ich liebe niemanden، يعني لا أحب أحد خالص. شليها من ماي.
اوكي قلنا ايش ليبه على ايش ليبه نشت على او الاصح يعني ايش ليبه نيمانتن نمرة 6 ايش war schon oft im Urlaub شوفاني ام ولا ان شاء الله مثلا نحط نوت نيش ولا نوت ني ولا ايه معلش Ich war nicht oft im Urlaub oder ich war noch nicht. مش نمر بما أن الأوفت يعني لم نأخذها ففي اختيارات كثيرة. Ich war nicht oft im Urlaub. طيب Nummer 7. Ich nehme alles mit Humor. Ana kull shay akhuzhu bi marah. ايش نيمة نخنشت مت هما او ايش لا. نيمة كاينة مت هما ليش كاينة مش ممكن. لأنه ايش مت هما. ايش نيمة الأنس يمندن يمندن لا ليش تس لو كان نشت على يعني بمعنى أشخاص فالعكس من على نيماند لكن alles يعني كل شيء ففيه معنى أنه العاقل وغير العاقل مثلا فيكون عكسه نشت تمام فعلى نيماند alles نشت. Okay, jetzt Nummer 5. Frau Überhub, waren Sie schon mal in Tokio? Nein, ich war. Frau Überhub. Ich war in Japan. يعني لم أكن في اليابان. مين؟ دوركم. فشون مال عكسه نيشت تمام. nein, ich war noch nicht in Japan. لم أكن لسه في اليابان. Und Sie وأنتم ich war schon oft da. كثيرا كنت هناك. Wir fahren immer nach Japan. نحن دائما نذهب بالسيارة أو بالنقل يعني المواصلات إما نخ يابان دائما إلى اليابان. هو ليه حاطط خط تحت ايه تمام هو حاطط خط عشان في النفي نركز على إما ونفعل العكس. فاو هاندا إيش فاغا ايش فاغا اني ان اوسلاند تمام أنا خالص أو أبدا أذهب إلى الأوسلاند إلى الخارج. Aber alle fahren ins Ausland. الجميع يذهب إلى الأوسلاند. Alle fahren ins Ausland. Nein, fährt ins Ausland. لا. عكسه. علي نيمان احنا لسه قايلين نيمان. علي تمام. علي نيمان. نيمان عكس الألا نيمان. نيمان Nein, niemand fährt ins Ausland. لا أحد يذهب إلى الأوسلاند. Hier in Deutschland gibt es doch alles. يعني كل شيء موجود. Berg oder Berge, Meer, Städte, الجبال والبحر والمدن. Nein, hier gibt es. Frau Hunter. كاين احنا لسه قايلين حاجة علي نيمان يمن تمام. طب ألس هي هو. ألس نيشت نيشتس Nichts. تمام nichts. بالاس. نيشت ألس نيشت تمام. علي يمن نعم. يمن تمام. فنعم هي gibt es nicht kein Sushi, keinen Fuji. أسماء أطعمة. Keine Kimonos. Herr Ober, gibt es noch Suppe? يعني لسه في شوربة. Nein, wir haben leider كاين كاين مية
Tamam, keine Suppe mehr. Aber wir haben Salat mit Eiern. Den Salat am Arbeit und Eier. Ja, und kein Eier. Kein. Er lag's mit? Ohne. 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 Und ohne Eier. Wobidun? Sehen Sie, hier gibt es nichts. Unsere Honelayuji. Okay.